روضة أشبال المستقبل. تعلن روضة أشبال المستقبل عن بدء التسجيل بالروضة ابتداء من يوم الأحد 5/8/2018 من الساعة 9:30 صباحا ولغاية الساعة 1 ظهرا ما عدا أيام الجمعة والسبت. معنا يتعلم الطفل آخر ما توصل إليه العلم الحديث في تربية وتعليم الأطفال: اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، القرآن والمبادئ الدينية، التعرف على البيئة المحيطة عن طريق الاستكشاف والتعلم بأساليب تربوية حديثة تعتمد على بناء شخصية اجتماعية للطفل، تنمية مهاراته الفردية وعناية خاصة بالسلوك وتعديله. كل ذلك من خلال بيئة صحية وأركان تعليمية يقوم عليها كادر مؤهل في مجال الطفل والطفولة. للتسجيل في الروضة الحضور شخصياً لمقر الروضة الكائن في الحي الجنوبي قرب مشاغل بدران عمارة الأستاذ عبد الرحمن الكرمي أبو عدنان، مصطحبين معهم ما يلي: صورة عن شهادة ميلاد الطفل، صورة عن هوية ولي الأمر، صورتان شخصيتان للطفل. للاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-837-237 أو وطني رقم 0569-587-887. معنا أبناؤكم أمانة في أيدينا.